زي زمان فاكره. بصوا يا جماعه، هو جواه بطاطس. يا لهوي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا. النهارده جاي لكم فيديو جديد، فيديو حماسي. قبل ما نبدا الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكتبوا لنا كومنتات كتيره حلوه. سوري يا جماعه، النهارده يا جماعه هنجرب اجدد سندوتشات المطاعم الجديده. يعني يا جماعه مثلا كنتاكي منزل تقريبا سندوتشين، بيتزا هات منزلين حاجه. المهم ان احنا هنروح نجرب لكم الحاجات الجديده في المنيو بتاع المطاعم، ونقول لكم ان هي حلوه تستاهل ان احنا نجربها ولا لا، وسعرها حلو ولا لا، كل حاجه يعني. ان شاء الله تكون تجربه مميزه فريده. باللايك بتاعكم يا حبايب قلبنا، ما تنسوش الاشتراك في القناه. والسلام عليكم جماعه، ما تنسوش اللايك. ماشي، احنا بس لسه شاربين مانجا، فمش عارفه احنا هنقدر عامله لنا دماغ. انا مش عارفه يعني هنقدر ان احنا ناكل ازاي. حاسه المانجا عملت لنا كده. طبعا يا جماعه، كبستنا. معروف تجربه جديده، عندي برد. معروف ان لبنى طول الوقت عندها برد. معروف. بس يا جماعه يلا بينا ننزل ونجيب الحاجه، وبعد كده نرجع. احنا هنجرب طبعا في العربيه النهارده اليوم او الدور، يعني احنا هناكل هنا كده في العربيه عشان عايزين ناكل حاجه وهي سخنه وما نظلمهاش. بس يلا بينا ننزل. يلا بينا جماعه. جبنا الحاجه وجينا. جبنا، رحنا بيتزا هات، ورحنا كنتاكي، ورحنا بافلو برجر. دول ثلاث مطاعم الوحيدين اللي عاملين حاجات جديده. ايه هنبتدي ببيتزا هات عشان هي سخنه الصراحه. بصوا احنا طلبناهم كلهم في نفس الوقت، فلما رحنا استلمنا ده في ده وده على طول. بصوا يا جماعه، دي حاجه جديده اسمها ميلتس. صح، ميلتس. مش عارفه بقى هي ده نطقها صح ولا لا، بس هي اسمها كده. هي شكلها بيبقى عامل كده، تشيزي كريسبي لودد. هي ريحتها جامده بصراحه، تحفه ريحتها. واحنا ماشيين بجد عايزين نفتح وناكل. وسعرها كام؟ 80 جنيه. مش عارفه بقى بعد 79 جنيه. 79 جنيه. مش عارفه بعد الضريبه كام، لان خد الورقه. واحنا جبنا الثلاث اطعمه. احنا جبنا بالبيبروني وعشاق الجبنه ولحوم دجاج ودجاج وتشيكن. طيب بس دلوقتي دي البيبروني اهي. بص انا عماله ابص لها، ومعاها صوص كده، ده تقريبا صوص الرانش. بصوا هي شكلها عامل كده. هي بجد يا جماعه السونجو ريحتها تحفه. شايفين؟ وبصوا شكل العجينه نفسها. امسكي كده يا ربنا. بصوا يا جماعه، احنا نفتح كمان الصوص عشان شكل العجينه نفسها عامل كده اهو، شايفينه؟ هو قال لي هناك على فكره ان هي العجينه بتاعت البيتزا العاديه، فاحنا بقى مش عارفين هنعرف. شايفين بتاع. شكلها؟ شايفين من جوه؟ باكد بس عليكم. بصوا يا جماعه هي مقرمشه سخنه. بصوا يلا، انا فاهم فيها عليها جبنه برمجان. وعلى فكره فيها جبنه موتزاريلا كتير. يلا ندور اول من غير صوص. بسم الله. حلوه قوي، تحفه. مش عجينه بيتزا، حلوه قوي. جامده، حلوه قوي. صراحه مش غاليه. صراحه حلو الصراحه. خدي بقى الصوص. لا سعرها حلو وطعمها حلو، مخدومة. عارفين؟ فرانش. بجد يا جماعة شابوه، حلوة جدا 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 بجد. عايزة اقعد، مش عايزة اسيبها. حلو قوي. دي يا جماعة 10، تحفة تحفة تحفة. اللي بعدها بقى، ودي بصوا شكلها، هما بيبقوا قطعتين كده. دي اللحوم. بصوا يا جماعة، لو دي سعرها 80 جنيه وبالضريبة 85، فهي حلوه طبعا الصراحه حلوه. بصوا جواها في كفته وفي بيبروني، شايفين؟ وموتزاريلا اهي. مش عارفين ده كفته ولا سوسج ولا ده ايه، انا مش عارفه. وده ايه؟ ده تركي ممكن. ده تركي. بيبروني اهي. بيبروني وقطع كفته لحمه وصلصه اللي هي بتاعت وصلصه تقريبا البيتزا بقى. البيتزا غالبا كده هتكون كده اهي. ندوق. شايفين؟ وجبنا طبعا موتزاريلا. ايه يا جماعه، يلا بينا، يلا ندوق. بسم الله. تحفه، حتى لها صوص باربيكيو. مش صوص البيتزا اللي تحت الاحمر ده، مش صوص البيتزا، لا باربيكيو. تحفه. حبيت الاولى اكتر. يعني دي جميله برضه، هي حلوه بس انا حبيت الاولى اكتر. يعني الاولى ذوقي، يعني مش حابه ان هي يبقى فيها صوص الباربيكيو كتير قوي كده.
عشان احنا اساسا مش من المفضلين الباربيكيو قوي. لا انا بحبه بس هي يا جماعه تحسوا ان الخامات اللي فيها راقيه. لا انا بحب الباربيكيو عادي بس انا ما حبيتهاش كده. انا حبيتها اديها 8 مع اني ما بحبش الباربيكيو. يعني انت لو رحت هتجيبي الببرونة ولا هتجيبي اللحوم؟ هشوف الكبنه. لا الصراحه لو هجيب هجيب اللحوم من غير الباربيكيو. لا انا هجيب الببروني الاولى من غير اي تعديل فيها, من غير اي تعديل بجد. دي دايما معاها صوص ثالث. واو كل واحده معاها صوص مختلف. دي الصوص السبايسي بقى, دي اللي تشيكن يا جماعه السبايسي, هم عاملينها كده هناك تحفه. ايه بصوا برده شفتوا طبعا كده شكلها كده, انتوا عرفتوا الفكره ماشي. بصوا من جوه بقى دي اهي فيها فراخ وطماطم وفلفل هاليبينو. ده مشروم ثانيه يا جماعه. ده كده ايه؟ واو ده دي تشيكن برضو اهي, وفيها فيها مشروم. لا اه فيها مشروم. بيطلع يقول لك انا مشروم يا احلام. طيب بصوا يا جماعه اهي شكلها عامل كده من جوه اهي, شايفينها اهي. مش عارفه هو ده تشيلي سبايسي. لا ايه انا مش عارفه. افتح السبيب بقى وندوقه. طب ما تدوقي الاول من غيرها. يلا يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اجمد واحده فيه. جامده بصراحه تحفه, حلوه قوي. والسبايسي اللي فيها محليها. عندها بقى بالصوص حلو قوي السبايسي ده. الصوصات لايقه عليهم. لا بجد ايه ده, ده هوت صوص بحاجه انا مش عارفه اقيمه بس طعمه حلو قوي. جامد. في زعتر كده حلو قوي بجد يا جماعه قوي. هاكلها بعد الفيديو تحفه. يبقى دي 10. الاولى 10 برده لانها حلوه. الثانيه 8. انا كلهم 10 من 10. اللي هي لحوم 8 بالنسبه لي انا 8. الدجاج اديها 10. برافو عليكي. الدجاج اديها 10 والاولى اللي هي ببرونه اديها 10 واللحوم اديها 8. معانا هو بافلو. بصوا يا جماعه ده ساندوتش هم منزلينه. هما قالوا ان العيش هو اللي جديد, يعني العيش خلوه بني. ماشي. فاحنا جبناه عشان هما عاملين برده بيه قلبان على الفيسبوك. ده يا جماعه سعره 182 جنيه ساندوتش بس. احلى كاتشب اللي هو ده, غالي جدا. بصوا ده ساندوتش 200 جرام ب 186 جنيه. تمام. بيقوم طلع لكم على الساندوتش كده خيار المخلل وبصل وخس وطماطم, لان هما بيبقوا مدين لكم الساندوتش من غير ما اعرفش ايه فكره العيش بصراحه, يعني للناس اللي عامله دايت مش عارفه. بصوا ده عيش مليان صوص برده من جوه. افتحي بقى كده عشان عايزين نشوف. تعالوا لي افتحوا بقاكم. بصوا يا جماعه اهو, هو المفروض ان هو مشروم وبيكون كتير قوي على قطعه اللحم بتاعتهم. وجبنه وصوص جبنه. ده صوص جبنه ولا صوص مايونيز ولا ده ايه؟ مش عارفه. هندوق ونعرف. هنحط الادوات؟ مش هحطهم. لا طب يلا هندوق الاول بقى. هندوق كده وانا عايز خدي حطيه. انا قصدي يعني تقييم الساندوتش كله لان هو في الصوره. اوكي حاطين صح؟ اه. يا جماعه بصوا بصوا يا جماعه الصراحه بافلو برجر اسعاره غاليه بس احلى بصراحه. قطعه اللحم حوار. قطعه اللحم بتاعتهم احلى قطعه لحم برجر دقناها. هنحط كده ايه؟ الخيار. انا بموت في الخيار ده والبصل. ده قته بقى ولا ايه؟ لا لا ده خيار والطماطم وحته الخس بس كده. عملنا الساندوتش زي ما هم. لا خدي يا احلام انت دوقي الاول. بقالنا انا وربنا كتير قوي ما كناش من بره. ولا لا هتصدقي احنا هنحتاج نقسمه عشان الحاجات. طب خدي. مش معاهم ايه ده؟ اه طب ما كنا طلبنا ان احنا جبنا كده. لا مفيش جلافز كمان. هم بيدوا مفيش والله مش مديين. اخس عليكوا ليه كده؟ طيب عموما احنا هنقسمه يا جماعه ونيجي. يلا بسم الله. صعبة قوي. اللحمة حلوة قوي تحفة بجد. أحلى قطعة برجر في الدنيا. الصوص تحفة. أنا ما دقتش العيش. لسه رايح أقول إن العيش ملوش طعم. هو العيش ملوش طعم. دقيه لوحده كده. ملاش كأنه مش موجود.
هو سنة الساندوتش بس، لكن هو ان انت بتاكلي ساندوتش جوع عيش، لكن هو مش موجود يعني ملهوش اي طعم خالص خالص خالص. تحفة. لا بس انا بجيبها جبها خايدة. بس الحشوة الساندوتش نفسه حلو. ده اسمه بيكون مشروم. بصوا يا جماعة، هو ايه العيش اللي بره ده ملوش وجود كده كده، بس العيش بتاع بافلو حلو العادي طعمه حلو. فانا الناس بصوا الزيت يا جماعة، بصوا كمية الزيت. يعني هو لو هو معمول عشان خاطر الناس اللي عامله دايت، فهو السن ملوش اي علاقه بالدايت، لان بجد الحشوه اللي جوه دسمه قوي قوي. يعني انا مش قادره خلاص اكمله بجد، خلاص مش قادره اكمله. ف بس هو كساندوتش حلو، العيش يتبدل بس، لكن هو تحفه. انا مديله 7. احنا في الطبيعي بنجيب من بافلو برجر الهيتش هايكر، هو ده الساندوتش المفضل بالنسبه لنا. فانا هديله 8. انا هديله 7 ليه؟ عشان هو مليان بجد دهون قوي. يعني البيكون طعمه دسم قوي. انا احب الدسامه، لا اموت في الكوليسترول. لا انا مش قادره بجد والله، عشان تصلب الشرايين. لا 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 لا، انا مش قادره بجد ان انا اكمله. فده هيديله 7. 8 يا جماعه. وختامها مسك كنتاكي. كنتاكي طبعا كانوا عاملين ساندوتش من حوالي اسبوعين كده جديد، ودلوقتي نزلوا ساندوتشين تاني جداد. تمام تمام، هنبدا. انا عايزه اقول لكم بس نجيب مناديلنا. بس ده صغير قوي. ده اللي هو ايه بقى؟ ده ايه ده؟ مشكله ايه ده؟ مش كاتبين عليه يا جماعه. ده في الاعلان كبير قوي. ده تقريبا اللي انت اخترتيه الموتزاريلا. لا ده مكتوب عليه يا جماعه، عشان احنا مش عارفه هم ليه مش كاتبين على الساندوتش. ده حاجه عيبه. ده مش معقول، انتوا بتقولوا ايه؟ هو ايه ده؟ ده مش الموتزاريلا، ده اللي انت قلتي عليه التاني اسمه ايه؟ الكانتوك. ده الكنتوك الصغنن. ايه هو ده؟ اكيد الكنتوك. بصوا يا جماعه، الكنتوك ده ب 39 جنيه. هو ده اللي عاملين له هيصه. بصوا الرول بقى من جوه عامل ازاي. ايه يا جماعه عامل ايه ده؟ صوص السبايسي بتاع الزنجر، وقطعتين ستريبس، وخصايه، وخص. ايه ده ب 39 جنيه؟ طب ما تدوه يمكن طعمه يطلع حلو. طب خدي بقى حلو. هنشوف بقى يا جماعه، هندوق ونشوف الطعم. ده انا فكرت حوار، ده عاملين له حوار ومنزلينه على الدائري يلا بسم الله. انا عموما على فكره بحب سندوتشات كنتاكي. حلو الحجم صغير بس هو حلو. ب 40 جنيه حلو. حلو بس مش وجبه. ما مش وجبه. نعم ممكن نجيبوا الادهم وجوري مثلا من غير سبايس. يا جماعه انا بحس ان حاجات الاطفال دي ما بتشبعش الاطفال اساسا. هو ايه ده؟ طب يا كنت كمان ماشي. انا قلت ده كبير قوي. لا بس هو حلو. هو تحفه بس صغير خالص. لا انا الستريبس كنتاكي. الستريبس بتاعهم، لا الستريبس ده حلو قوي، والصوص نفسه الشطه ده في صوص كده تاني حلو. ده زي بتاع الساندوتش بتاعهم اللي هو الميلتز ده، ولا اسمه ايه مش عارفه. تحفه حلو. لا انا قلت هيبقى غالي ب 80 جنيه ولا ب 90 جنيه، بس جميل كبير. لا هو ب 40 جنيه يا جماعه، وانا هديله عن نفسي 9/10. ما هديله 8 عشان خارج توقعات. بصوا كلناه هو خير. راح فين بقى؟ راح بطن الموتزاريلا. اصبر ايه ما تروحيش. ده موتزاريلا برجر ده ب 115، عشان لبنى زعلانه ان التاني كان 39 جنيه. شوف حجمه، شوف حجمه. ده التاني جبت 3 صح؟ حجمه اهو. هو حجمه طبعا كبير شويه عن التاني، بس صغير برضه. صغير. بصوا يا جماعه ده فيه ايه؟ قطعه بصوا اهي برجر ولا ايه ده؟ قطعه بانيه تمام، وفيها الصوص، وفين وفيه خس والصوص السبايسي ده، ودي قطعه الموتزاريلا. ايه 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 الموتزاريلا فين؟ ودي قطعه الموتزاريلا مع الصوص ده. ايه ده فين؟ هي دي الموتزاريلا؟ ايوه فاكره هي دي البرجر. لا الموتزاريلا ودي اهي، ونحطهم على بعض كده، وده يبقى الساندوتش. ندوق. اقسمي انت بقى يا جماعه. لا انا ما عجبنيش. هو في ايه؟ سندوتشات كنتاكي من السندوتشات الكبيره ده ب 115.
انا بشوف ان سندوتشات كنتاكي كلها صغيره. لا لا انا عارفاه يا جماعه عشان علي بيحب السندوتشات بتاعه كنتاكي فبيبقى كبير دبل كده كبير. يا جماعه احنا جبناه قبل كده في وجبه انا وانتي الساندوتش كان معاه. بص هو كده اهو يلا بسم الله. قصت حته منديل عشان ما بتتعرفش نجوش بالمنجيل. هي دي موتزاريلا؟ ما حسيتش بيها لسه رح اقولك. لا مش حلو. تاخدي من عندي؟ هدوقها اهي. جماعة بصوا هي اولا شاربة زيت او انا مش عارفة ده ايه. يعني هي بالنسبة لي مش موتزاريلا. من جوه عجينة. موتزاريلا مغشوشة. مع انها في الاعلام بتمط وجامدة. على فكره الساندوتش سخن. عشان بس اللي هيقول ان الساندوتش برد. لا الساندوتش سخن بجد. ده ما عجبنيش. التاني عجبني اكتر منه خالص. يعني شوف التاني كان صغير بس احلى من ده بكتير. بس احلى من ده. شكرا كنتي. ايه ده معناش حاجه تاني معانا؟ معانا ايه؟ تويستر. اه تويستر ده يا جماعه ده جديد. تويستر سبايسي هم عاملينه كده. ده يا جماعه بصراحه انا عمري ما... يا نهار ابيض ده العيش كمان نفسه سبايسي. اه اسمه ريد هوت مش عارفه ايه مش عارفه الريسيت ممسوح خالص. بصوا يا جماعه هو اسمه ريد تويستر. ريد هوت تويستر ساندوتش ب 57 جنيه اهو. تمام ده ب 57 جنيه. طب ما 57 جنيه حلو ان هو يبقى بالحجم ده عن التاني اللي هو هو اصلا كان ب 20 جنيه زمان فاكره. بصوا يا جماعه هو جواه بطاطس. يا لهوي يا جماعه هو نفس الفراخ. انا حاسه بنفس الصوص بنفس الخس كل حاجه. احنا ما بناكلش حاجه مش هتشطر. بس هم حاطين له بطاطس. حاطين له بطاطس وخس. بصوا اهو بطاطس وخس وصوص سبايسي وستريبس والعيش نفسه احمر. العيش نفسه سبايسي. حاسس يا عم احسن هنا بس. اوكي ثانك يو. عندك المناديل اهي. مش ثانيه واحده بس انا هلف ولفه بس كده. يلا بصوا شكله من جوه عامل كده اهو. بصوا يا جماعه انا هقلبه اختصارا. يلا بسم الله الوقت. يعني ايه هتقلبيه؟ انا اوصل على فكره. خد ما تخافيش ما تقلقيش. يلا بسم الله. العيش شكله سبايسي قوي. ليه والراجل قالها سبايسي؟ قلت له اه سبايسي. ما قاليش على ده سبايسي يا جماعه. ده احسن سبايسي في المنيو. سالني عايز السندوتشات زي ما هي في المنيو سبايسي زي ما هي نازله يعني ولا عاديه؟ قلت له خليها انا عايزاها زي ما هي سبايسي. حلو. مش حاسه طعم العيش. حلو. اكتر حاجه غالبة على طعم الساندوتش الخس. الساندوتش بالخس بجد. انا بالنسبه لي البطاطس. انا مش هاكل اكتر من كده الصراحه عشان هو شطه قوي وانا مش عايزه. انا هديله 5 لولا الفيديو مش هدوقه. خلص تجربتنا النهارده. بطل الحلقه النهارده مين؟ بيتزا هات. بيتزا هات بصراحه يا جماعه اختراع. طبعا اختراع بجد. يستاهل. حلو سعره حلو. يعني انتوا لو في اي مول مثلا كميته حلوه. كميته حلوه وعايزين تاكلوا حاجه بجد هو بجد تحفه ومشبع و لا تحفه. ولو عايزين تجربوا حاجه جديده وزهقانين برضو جربوا. حلو قوي. كنتاكي الصراحه صعبه قوي. هو بصوا انا بحب السبايسي في العادي بحب السبايسي بس دلوقتي انا مش عايزه اكل سبايسي فعشان كده هو بالنسبه لي انا ما بحبش السبايسي بس عادي اللي هو. دي اول حاجه. تاني حاجه طعمه مش حلو. العيش العيش بتاع الاخير او والتاني مش قصه العيش. هي الحشوه كلها في كل السندوتشات واحده. اللي انا بتكلم مش بتكلم على الستريبس. انا بتكلم على عيش. هما دلوقتي عاملين تويستر ده جديد. اه بس هو العيش العادي كده برضه. لا التويستر بتاعهم احلى من كده. التويستر بتاعهم العادي ومش من الناس اللي بروح اطلبه بصراحه. يعني التويستر بتاعهم العادي احلى من ده. اول سندوتش عجبنا قوي اللي هو كان صغير اللي هو كان 39 جنيه ده هو ده اللي عجبنا. ده اسمه كانتوك. كانتوك اللبنه اللي قالت لنا عليه ما كنتش اعرفه بصراحه. والتاني مش حلو خالص خالص اللي هو موتزاريلا برجر. والاخير ده ده بره الحوارات خالص. احنا كده بالنسبه لنا حتى بافلو برجر كمان تحفه بس طبعا العيش مش احلى حاجه فالميكس كله مش لطيف. لا هي هم بس الحشوه حلوه.
هي الحشوه دي موجوده في ساندوتش عادي يعني انتوا تقدروا تطلبوه بساندوتش عادي، بس هو دسم قوي قوي يعني. هو اصلا قطعه البرجر بتاعتهم دسمه كده وبتحسوا ان هي فيها ضاني مش عارفه ليه بجد. فلما يتحط معاها تحط معاها كمان بيكون، والبيكون ده مليان دهون، فلا صعبه قوي صعبه. انا عجبني، هو عجب لمنا بقى الحشوه عجبتني بصراحه، بس العيش لا عادي. فاحنا ما حسيتش بيه اساسا. احنا احنا كده كده اتفقنا على بيتزا هات، ان بيتزا هات هو بطل حلقتنا، بطل الاختراعات اللي موجوده حاليا. بس كده نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك واشتراك في القناه، تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتكتبوا لنا تحت الفيديو عجبكم بنسبه قد ايه. باي باي.